السلام عليكم. فيديو اليوم على موضوع الميديا. لا شك أن مواقع التواصل أصبحت مهمة وأساسية لنشر الخبر. لقد استثمروها المؤثرين كي يصبحوا مصدر نشر الأخبار دون معايير مهنية أو تأثيرهم. صارت هذه الظاهرة تكاد تكون جديدة، لكن فرضت وجودها في السنوات الأخيرة، إذ يعتبروها العديد وظيفة من أجل اكتساب المال والشهرة والتسويق. لكن بعض المؤثرين يشاركون متتبعين لهم في مواضيع متنوعة قصد إعطاء آرائهم. أمام الانفتاح الرقمي والرغبة في تحقيق الذات، أصبح العديد منهم مهووس بالشهرة لجني المال والاستفادة من الإعلانات التجارية مع الماركات. سؤال يطرح نفسه، هل هناك مصداقية التي يذهب ضحاياها الجمهور ويعتبر المحتوى الذي يقدمه هو مجرد رأي شخصي؟ لأن الأخبار من اختصاص المؤسسات الإعلامية، وتعد وسائل التواصل الاجتماعي بيئة خصبة لانتشار الشائعات بسرعة بتقنية البث المباشر، كما أن الفوتوشوب يساعد في تزييف الصور والفبركة. حاليا أصبحت منصة الفيسبوك للنقاشات الساخنة حول السياسة والعرق والقضايا الاجتماعية. مع تطوير التكنولوجيا الحديثة، أصبح كل من يحمل الهاتف النقال الذكي ويجيد استعمال الإنترنت يؤدي مهمة المراسل والكاتب والصحفي، فهو يقوم بتأثير الرأي العام بكل ما هو حصري. علامات استفهام، من يحاسب هؤلاء الذين ينتهكون معايير الصحافة؟ وما هو القانون الذي يطبق عليهم؟ يعاقب القانون على السب والشتم والتصوير الغير المرخص إلى غير ذلك. وبالتالي فالمؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعتبرون صحفيين، لأن ما يقوم بنشره لا يعتبر صحافة، وبالتالي إذا خالفوا القانون وارتكبوا جنحة فسيعاقبون بالقانون الجنائي. أما بالنسبة للمحتوى التافه، يلقى إقبال ونسبة مشاهدة عالية تصل إلى الترند. خطأ من المشاهد والناقد الذي يصنع من التفاهة شيء. وصلنا لنهاية الفيديو، فضلا وليس أمر، إلى عجبكم الفيديو بارتاجيوه ولايك وفعلوا الجرس. سلام.